100 سنه ما نايمه على البابا. ولقينا ايد المقتوله هناك، لقينا الايد مقطوعه والايد وراسه مقطوع. سلام عليهم، حسب الله ونعم الوكيل فيهم. شهادات حية لأطفال نجوا من ممرات الموت، أو كما يصفها الاحتلال بالممرات الآمنة، بعد أن حددها لهم للتوجه نحو جنوب قطاع غزة المحاصر. ساعات طويلة لرحلة محفوفة بالمخاطر قضاها هؤلاء سيراً على الأقدام في محاولة صريحة للاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة الذي نزح في أنحائه أكثر من 1.5 مليون شخص وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. قصص مأساوية يرويها المهجرون داخل أرضهم، فبعد أن دمر الاحتلال منازلهم وقتل أحباءهم، طالت انتهاكاته العديد من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم على هذه الطرق، بينما يبقى مصير من نجا مجهولاً. احنا عارفين وين رايحين، احنا هنا طالعين على الجنوب زي ما قالوا لنا، طالعين ومش عارفين وين رايحين، نروح على مدارس، ننام في الشوارع، ننام عند الناس، العلم عند الله. تمتد بشكل مخيف الأزمة الإنسانية التي تركت دماراً هائلاً، فالوجهة المرجوة تعد مسرحاً مفتوحاً لجرائم الاحتلال وقصفه الذي لم يستثني حتى شاحنات المساعدات الإنسانية، إلى جانب حقيقة أن مناطق الجنوب تفتقد كذلك لجميع مقومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء ورعاية صحية وغيرها. وعلى الرغم من استمرار دعاية الاحتلال بشأن استجابة الآلاف لأوامره بالتحرك جنوباً، إلا أن مراقبي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة قالوا إن آلاف الأشخاص الذين نزحوا عادوا إلى منازلهم في الشمال بسبب استمرار القصف واكتظاظ الملاجئ في الجنوب. وطالما بقيت آلة الموت الإسرائيلية لا تفرق بين منطقة وأخرى ما دامت فلسطينية، يفضل مئات الآلاف البقاء في مناطقهم أو اللجوء لمرافق ومستشفيات تابعة للأمم المتحدة في الشمال، رغم إدراكهم لخطورتها في مأساة إنسانية جديدة تعري فشل المجتمع الدولي ودور الغرب الداعم لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.